وانت تسكن معه دولا نهر يقول هذه 100,000 تخرج مع هذا يحصل غدا ويجي يصلي العصر يقول هاي عينه خرجت ولدي الساعة 12 هذا ما قد وقع رجال هذا ما قد عمر بيت الله يقلع هم طول عمرنا كذلك 30 سنة وانا مسكي ساير ساير انسان انت القتل جايين انت القتل سحر الحلقة نفسها كل الجلبوب سكت في الجلبوب سكت من عند الجلبوب سكت السبت الى القذف انت القذف هذا تاري طول عمري وانا عاطش ستت حق التفاءل قد انكارها لي المجرفة قد انكارها لي قد المجرفة يوم رجمتني لا ما مسكت لي قالت كم جاهتك وانت تحملني شي معك خبر اتغير هذا الموضوع اقسم بالله ما ادرك مني ادمي قال لك هو قاعد رجال يخرجني هم انا ساترش قاعد نفسي هاي قاعد حقي ورعي ساذننا ورعي انت تدري شو الورعي انت بدهم احنا قاعد سبا وسبتي الورعي ساذننا حرام لا تكتك ابو بيدي ولا كنا تقول تبزني المره وتضرب تشبحني وعدت الحبوة اما قد انا وحدي اتاكل اماكن يقول لك ما انت ساترش قاعد نفسك اها لا قد ماتوا اقطع الرزق لا قد غمضت عينه يقول له ملك الموت ايش عملك ايش ايش فعلته ما ايش فعلته لولدك ولا انك احمر عين فتا المحرر اسوي جهه او قال شاكل اقول اين عملك اين الصلاه اين الصيام اين الزكاه الحين بتخالم شوقي وانا مو انا ايش عاد تفعلوا انت غير الله موت وانت عاد رجع يبقى موت وانت عاد رجع يبقى والله ما يبقى حاجه عاد موت وجاب العشر ايام وصلى على النبي مثل جازت والله يرحمه وقد انا مفجع على نفسي من الموت انا متخيل ما مفجع على ابي لا مات اذا عشت 30 سنه عايتيني رزقي 30 سنه الباقي لكن اشتراني يا علي لو انت بصورني يا خيب علي.